السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا اليوم في القناة. كما كتشوفوا معايا اليوم بدلنا خرجنا شويه على الموضوع. احنا دابا كنتواجدوا يعني في واحد البرودويات اللي شركه اوريفلام معروفه وشركه برك الله كبيره، وعندها منتوجات صراحه اللي هما رائعين بزاف، وكل شيء كيستعمل هاد المنتوجات يعني شخصيا انا كنستعملهم صراحه شي حاجه اللي طوب طوب ديال مزيان، يعني لي بارفان بثمن مزيان، ثمن اقتصادي، وحتى اللي باغي يبيع ويبيع من الدار ديالو بواحد الثمن اللي هو زوين، ويعني كيدخل واحد المدخول ديالو شهري في المنتوجات. وزعما صراحة كيتعاملوا لو برومو فيهم زوينين، ولي برودويات يعني شي حاجة اللي هي الكاليتي. اوريفلام معروفة شركة عالمية، يعني ماشي شركة عشوائية ولا شي حاجة. كما كتشوفوا معايا عندها لي برودوي رائعين البنات، واللي بغات دير معنا في اوريفلام تدخل يعني تبدا تبيع من دارها، عندها يعني في البيت ديالها مع الناس اللي كتعرف، وتسجل تدخل يعني الناس معاها. صراحه ما نقول لكم شاليهم البنات، واللي بغات المهم نعطيها المعلومات كلهم، ومرحبا بكم معنا، وما غاديش تضمو على هاد لي برودوي. انا من شخصيا يعني من الناس اللي كتستعمل اوريفلام بزاف، ويعني شي حاجه اللي كنقول لكم البنات كنوصل لكم شي حاجه اللي هي مزيانه. وكما كتشوفوا واخا انا